قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. أرجه وأخاه يعني أمهله أجله وأخاه أو أطمعه يعني أن سحرك زين وكذا وهذا كذي حتى يبقى. طيب قال أهل العلم قال لماذا لم يقولوا له اقتله؟ لماذا قالوا أرجه وأخاه؟ إما إنهم لم يوفقوا لإرادة القتل أو إنهم خافوا أن يفتضح أمرهم أن موسى عليه الصلاة والسلام أقام عليهم الحجة ولم يستطيعوا إلا قتله، كما قال فرعون في الجلسة الثانية أو ما ذكر في سورة الشعراء قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، قال أولو جئتك بشيء مبين، قال فأتي به إن كنت من الصادقين، فألقى عصاه فإذا ثعبان مبين ونزع يده فإذا بيضاء للناظرين. فهنا قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين أي يحشرون لك الناس. وأرجه فيها أربع قراءات، فيها أربع قراءات، أرجه بسكون الهاء أرجه وأخاه، أو وأرجه وأخاه يعني بكسر الياء أرجه وأخاه، أو بالهمزة فأرجئه أرجئه أو أرجئه، هذه كلها قراءات ثابتة قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يعني المدن التي تتبعك، حاشرين أي يحشرون إليك الناس. ولذا قال الله تبارك وتعالى لموسى عليه الصلاة والسلام قال فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى، قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. هنا كذلك يقول الله تبارك وتعالى عن هؤلاء الملأ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين أي جامعين يأتوك بكل ساحر عليم، وفي قراءة بكل سحار، بكل سحار عليم، مبالغة في قوته، سحار مو بس ساحر، سحار عليم، لأنهم قالوا عن موسى إنه ساحر عليم، مو بس هو الساحر العليم، السحر كان في ذلك الوقت منتشرا، جيب السحر اللي عندك، عندنا سحر كثير يسكتونه يغلبونه، احشر السحرة التي عندك يأتوك بكل سحار عليم.